السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. اللهم آمين يا رب دايما إن شاء الله. لو سمحت شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك عن رأي حضرتك يعني في الشيخ أحمد السيد اللي هو مسؤول عن أكاديميات البناء المنهجي والبناء الفكري وصناعة المحاور وغيرها. لا أعرف عنه شيئا. طب حضرتك يعني رأي حضرتك في الأكاديميات برضه، هل دي رأي حضرتك فيها ولا؟ لمن ما أعرف الأكاديميات كاسم أبغض هذا الاسم. هذا الاسم يعني مشكلة أن الناس على ديانة وعلى خلق، يعني الفزلكة يعني لا مجال لها أكاديمية. طيب لماذا لا تقول جامعة؟ لازم تتعاجم. لكن عموما الكلام ينبني على المواد التي تدرس في الجامعات هذه. شكرا الله يكرمك.